السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها استعادة افتراضيات ويندوز 10 وإعدادات ويندوز 10 الافتراضية، يعني استعادة الخط، استعادة بعض الإعدادات التي ربما قمت بالعبث بها وأدت إلى تغيير بعض الإعدادات المهمة التي تحتاجها في حاسوبك الشغال بنظام ويندوز 10. فبطريقة سهلة جدا تذهب إلى قائمة ستارت أو قائمة ابدأ وتختار الإعدادات. الآن ستذهب إلى الأبديت أند سكيورتي وتختار الادفانسد سيتنجز او الاعدادات المتقدمه. اذا من هنا من هذا الخيار الان ستذهب الى فيو يور ابديت هيستوري وتختار انستول ابديت، وبهذا يتم مسح الابديت او التحديثات الاخيره التي تم تثبيتها على حاسوبك مؤخرا. شكرا على حسن متابعتكم، رجاء ان اعجبتك هذه الحلقه لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، يظهر الان اسفل الفيديو هنا على يميني، قم بالنقر عليه قبل انهاء الفيديو. لا تنسى كذلك زياره مدونتنا الرسميه threvw.com، يوجد حلقات شبه يوميه وتدوينات في كافه المجالات التقنيه. نلتقي في حلقه قادمه، إلى اللقاء.